السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برين تيست 3 ليفل 192، ذا هورن ماست بي اراوند هير سموير. المفروض ان هما بيبحثوا عن الارض، فهندور عليه او نبحث عنه في كل مكان. هنلاقي ان الليفل ده متقسم لثلاث مراحل. هناخد الجزء اللي على الجمجمة دي نحطه تحت، ونروح بيه على الجزء التاني، نحط الغطاء العين على العين دي، هيفتح الخزنة اللي ورا الصورة. هناخد حتتين الذهب دول نحطهم على الميزان، بحيث ان تطلع لنا الجوهرة دي. هناخد الجوهرة نروح بيها على الجزء التاني، نحطها في الدهان الأحمر أو الطلاء الأحمر، ونروح بيها على الشكل اللي هو موجود جنب الصندوق عشان نحط جوهرة الحمراء يظهر لنا القرن الهرنة اللي احنا بندور عليه. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.